أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله تبارك وتعالى على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض، ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وذكرنا ما نسينا، واجعل علمنا وعملنا وسائر أقوالنا وأفعالنا وأحوالنا خالصة لوجهك الكريم، لا رياء ولا سمعة يا رب العالمين. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم، وارزقنا نور الفهم، وارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلى أبى الملائكة المقربين، صلوات الله تعالى وسلامه عليهم أجمعين. وبعد، الحديث موصول إن شاء الله تعالى مع قراءة كتاب الشرح الصغير على أقرب المسالك إلى مذهب الإمام مالك للعلامة أبي البركات سيدي أحمد بن محمد بن أحمد الدردير رضي الله تعالى عنه وعن مشايخنا أجمعين، ونفعنا بهم وبعلومهم وبركاتهم. آمين 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 يا رب العالمين. وصلا بما سبق، والشيخ يتحدث في باب النكاح والطلاق وما يتبع ذلك من أحكام، حتى وصلنا إلى فصل الاستبراء، يعني العدة وما يتبعها والاستبراء. قال: فصل في استبراء الإماء. فصل في استبراء الإماء. الاستبراء هو استبراء الرحم من زواج سابق، أو يعني جماع ولو بملك يمين، استبراء الرحم حتى لا يكون فيه حمل قبل أن يعني يمكن من هذا الفرج زوج آخر، أو سيد إذا كانت أمة. قال: يجب استبراء الأمة، الأمة المملوكة، بحيضة إن كانت من ذوات الحيض. يجب استبراء الأمة بحيضة إن كانت من ذوات الحيض، أو بثلاثة أشهر إن كانت من غيرهن. غير ذوات الحيض معروف إنه العدة بتاعتهم ثلاثة أشهر، كما قال تعالى: واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر واللائي لم يحض، يعني التي يئست من الحيض والتي لم تحض بعد، عدتهم ثلاث شهور. كذلك هنا يقول: يجب استبراء الأمة بحيضة، حيضة واحدة، إن كانت من ذوات الحيض، أو بثلاثة أشهر إن كانت من غيرهن، إن كانت يئست من المحيض أو كانت صغيرة لم تحض بعد، كما سيأتي بيانه. بالملك، متى يجب استبراء الأمة؟ قال: بالملك. بالملك الإيه؟ إذا وقعت في ملك أحد، أي بحصول ملكها بشراء أو غيره، سواء كان هذا الملك جاء بشراء، اشتراها هذا السيد من سوق النخاسة، أو بغيره، ورثها عن أبيه، أو جاءت له هبة، أو ما إلى ذلك. يعني بحصول الملك، مطلق حصول الملك بشراء أو غيره. قال: ولو بانتزاعها من عبده، لا بالزواج، ولو بانتزاعها من عبده إن أراد وطأها، فلا يحل له أن يطأها إلا بعد أن يستبرئ رحمها. ولو بانتزاعها من عبده، لا بالزواج،
إن أراد وطأها. لماذا قال لا بالزواج؟ الشيخ الصاوي هنا يعلق يقول: إنما لم يجب استبراؤها بالزواج لأن شرط عقد النكاح أن يكون على امرأة خالية، خالية من جميع الموانع، سواء كانت حرة أو إيه أو أمة، فما ينفعش تنتزع من العبد للزواج وهي محصنة. المحصنات ممنوعات، محرمات. نعم. فمعلوم أنه لا يصح العقد عليها إلا بعد العلم ببراءة رحمها، بخلاف انتقال الملك فلا يشترط العلم ببراءة الإيه؟ الرحم، ولا يتوقف على ذلك فيه. يبقى يجب استبراء الأمة بحيضة إن كانت من ذوات الحيض، أو بثلاثة أشهر إن كانت من غيرهن، بالملك بشروط أربعة. الاستبراء هذا يكون بشروطه أربعة، أشار لأولها بقوله: إن لم تعلم براءتها. فإن علمت براءتها من الحمل فلا حاجة لاستبراء رحمها. فإن علم براءتها من الحمل كمودعة عنده أو مرهونة أو مبيعة بالخيار تحت يده، مودعة عنده، الأمة بقالها عنده 3-4 شهور ولم تخرج من البيت ولم يدخل عليها هو ولا غيره، يبقى هذا لا نحتاج إلى استبراء رحمها لأن معروفة. فإن علم براءتها من الحمل كأن كانت مودعة عنده أو كانت مرهونة أو كانت مبيعة على الخيار، مبيعة على الخيار على احنا عارفين انه في خيار مجلس وفي خيار غير خيار المجلس، انه واحد اشترى شيئا ولكن قال له انا يتم هذا البيع بعد مضي كذا، بعد ما نعرف السلعة دي صالحة ولا مش صالحة، على الخيار يعني هذه عربون من الثمن أو جزء من الثمن، ولكن خلي الحاجة دي عندي عشان احنا نتم البيع بعد شهرين بعد 3 بعد 15 يوما. لما تكون مبيعة على الخيار وموجودة عنده أو عند أمين، عند حد غيره لكن أمين وعارف، لم يدخل عليها أحد ولم تخرج هي إلى الخارج، ما راحتش أي حتة، يبقى هو عارف يعلم براءة رحمها، فلا حاجة حينئذ إلى الاستبراء بحيضة ولا بغيرها. الشرط الأول: إن لم يعلم براءتها. فإن علم براءتها من الحمل كمودعة عنده أو مرهونة أو مبيعة على الخيار تحت يده، وحاضت زمن ذلك ولم تخرج ولم يلج عليها سيدها، لم يدخل عليها ثم اشتراها، فلا استبراء عليه، لا استبراء عليه، خلاص مش محتاجين للاستبراء، لأنه معلوم أنه معلوم خلو رحمها من الحمل. هذا الشرط الأول. وأشار إلى الشرط الثاني بقوله: ولم تكن مباحة الوطء حال حصول الملك كزوجته يشتريها، كانت زوجة له وهي مملوكة وهو برضه مملوك عبد، ثم هو اشترى نفسه من سيده أو اعتقه سيده، وبقيت هي بقيت هي تحته بقى ملك يمين، ملك يمين. هو دلوقتي يريد أن يشتريها من سيدها وهي زوجته، يريد أن يشتريها من من سيدها، وبعد أن يشتريها ممكن يعتقها وتظل زوجة له، وممكن لا يعتقها وتظل أمة له يعاشرها بملك اليمين. ولكن ملك اليمين هذا الذي طرأ عليها بعد أن تحرر هذا الزوج مثلا،
لا حاجة لاستبراء رحمها لأنه هو اللي بيعشر وهو اللي هيعشرها بعد ذلك، فما فيش يعني جديد على الايه على البضع، البضع ما فيش جديد عليه. ولم تكن مباحة الوطئ حال حصول الملك كزوجته يشتريها مثلا فلا استبراء عليها، مش محتاجين لايه لاستبراء الرحم بتاعها. وأشار إلى الشرط الثالث بقوله ولم يحرم في المستقبل وطئها، لم يحرم في المستقبل وطئها. إزاي يحرم؟ هو اشتراها وهي أساساً محرمة عليه بنسب أو رضاع، اشترى عمته أو خالته أو جدته، ها؟ يبقى إيه؟ هل هذا يجوز له أن يطأها؟ طب يبقى لا حاجة لاستبراء الرحم، لا حاجة. ولم يحرم في المستقبل وطئها كعمته وخالته من نسب أو رضاع وكأم زوجته، فلا استبراء لرحمها لعدم حل وطئها، لعدم حل وطئها. هذه الشروط اللي هي الثلاثة. الشرط الرابع قال وأطاقت، وأطاقت الوطئ، أطاقت الوطئ، كانت مطيقة إيه للوطئ، احترازا من صغيرة كبنت 5 سنين، صغيرة لا يتصور معاشرتها، هل هذه نحتاج إلى استبراء رحمها؟ لا، لأنها إيه صغيرة دون إيه دون يعني سن القدرة والإطاقة للوطئ. قال وأطاقت الوطأ احترازا من صغيرة كبنت 5 سنين لعدم إمكانه عادة، عدم إمكان الوطأ عادة في هذا الايه في هذا السن. ويجب الاستبراء لكل من استوفت الشروط ولو وخشا، ولو كانت وخشا. يعني ايه وخشا؟ المرأة الوخش التي قبيحة المنظر التي يشتريها سيدها للخدمة في البيت لا للمعاشرة، التي ايه لا يعني تراد للفراش، وانما قد يحدث حتى لو هي ايه دميمه، حتى لو كانت ليست جميله الخلقه، ليست حسنه الوجه، ها اسمها وخشه، حتى وان كانت وخشا يجب استبراء رحمها، لانها حتى لو كانت غير جميله وغير مراده للفراش لكن قد توطى، قد توطى. ويجب الاستبراء لكل ما استوفت الشروط ولو وخشا كالعلية أو بكرا أو متزوجة. كالعلية، من هي العلية بقى؟ العلية عكس الوخشة، عكس الوخش، الوخشة التي لا تراد للفراش لقلة جمالها أو قبح منظرها أو دمامتها أو ما إلى ذلك. العلية عكسها بقى، الجميلة المستحسنة التي تطلب من أجل الإيه؟ من أجل الفراش ومن أجل المعاشرة. ولو وخشا كالعلية أو بكرا، حتى البكر برضو إيه؟ لابد من استبراء إيه؟ رحمها. ليه؟ لأنه قد يحدث الحمل بأدنى معاشرة، قد تحمل البنت مع بقاء بكارتها وعذريتها ويحصل حمل برضه، أو متزوجة طلقت قبل البناء. المتزوجة التي طلقت قبل البناء وإن كان لا استبراء على زوجها لو دخل بها أو أساء الظن بها، كمن عنده يعني كمن كانت عنده أمة بإيداع أو رهن تخرج لقضاء الحوائج، فإذا اشتراها من سيدها مثلا وجب عليه استبراؤها، وجب عليه استبراؤها ما دام بتطلع وإيه وتدخل، بخلاف مملوكة تخرج فلا يجب للمشقة، أو كانت مملوكة لغائب، كانت مملوكة لسيد غائب
أو مجبوب مقطوع الذكر يعني ونحوه كمقطوع الأنثيين أو مقطوع البيضة اليسرى، لأن المني يتخلق في الإيه؟ في البيضة اليسرى، يبقى مقطوع الأنثيين أو مقطوع البيضة اليسرى لا استبراء لمن كانت عنده، لأنه لا يتأتى منه الإيه؟ جماع، ولا يتأتى منه لقاء، ولا يتأتى منه حمل من باب إيه؟ من باب أولى. أو مكاتبة عجزت عن أداء النجوم فرجعت رقيقا لسيدها. مكاتب العبد المكاتب أو الأم المكاتبة الذي أراد أن يشتري نفسه أو أرادت أن تشتري نفسها من سيدها على النجوم يعني على التقسيط، الثمن منجم يعني مقسط مقسم على إيه؟ على أقساط. فبعد أن دفعت قسطين ثلاثة كده عجزت عن إتمام النجوم فرجعت رقيقا وملكا وعمة لسيدها مرة إيه؟ مرة أخرى. أو أبضع فيها بأن أعطى إنسانا ثمن أمة ليشتريها من بلد سافر إليه، فأرسلها هذا البضع معه من غير مأذون له في الإرسال معه، فإنه يجب عليه استبراؤها بخلاف ما لو جاء بها أو أرسلها مع مأذون. قال: ويجب الاستبراء على المالك لأمة إن باع موطوءته. يجب الاستبراء على المالك نفسه إن باع إيه؟ موطوءته والتي يعلم أنه وطأها، أو زوج موطوءته. المالك ينبغي عليه ألا يبيعها بعد أن يستبري رحمها، أو أراد أن يزوجها من عبد مثلها ينبغي عليه ألا يزوجها إلا بعد أن يستبري رحمها. وقلنا الاستبراء طبعا في الأول إيه؟ بحيضة إن كانت من ذوات الحيض، أو بثلاثة أشهر إن كانت إيه؟ صغيرة لم تحض بعد، أو كانت آيسة من المحيض. ويجب الاستبراء على المالك لأمة إن باع موطوءته أو زوج موطوءته، أي من وطئها بالفعل، وإلا فله بيعها وتزويجها بلا استبراء للأمن من حملها منه، لأنه إيه؟ هي مملوكة له أيضا يعني بالفعل، لكنه لم يطأها، بقيت عنده فترة طويلة أكثر من فترة الاستبراء وهو لم يعاشرها. فإذا أراد أن يبيعها أو أراد أن يزوجها فلا استبراء عليه لأمن لأنه لم يطأها، فله بيعها أو تزويجها بلا استبراء للأمن من حملها منه، لأنه مش عند حد غيره هو عارف نفسه لم يقترب منها. ما لم يظن بها الزنا إلا إذا ظن بها الزنا فلا بد من الاستبراء، قول هي عندي لكن أنا مانيش واثق في أخلاقها، أحسن تكون بتسيب نفسها لحد حين عندئذ يحبسها بقى ويستبرئها، مش يحبسها يعني يجعلها في مكان آمن معروف قد من النساء وبعد كده يستبرئ بحيضه حتى تحيض وبعد كده يبيع أو يزوج. يبقى مش ضروري الوطء يكون من السيد نفسه، لكن حتى لو ظن بها الزنا وجب الاستبراء أيضا. قال: ما لم يظن بها الزنا في التزويج فيجب استبراؤها عليه. أو وطئت أمته بشبهة أو زنا، أو رجعت له من غصب يمكن وطئها فيه، حد خطفها عنده ورجعها، يبقى الاغتصاب ده ممكن يكون حصل في الخطف اغتصاب يعني معاشرة، برضو الاستبراء. يبقى بالملك يجب الاستبراء بالملك وبالعتق، نمرة اثنين يجب الاستبراء أيضا بالعتق. قال: عطف على بالملك، أي ويجب الاستبراء على الجارية بعتقها إن أرادت الزواج بغير معتقها،
لو هو اللي اعتقها يتزوجها خلاص كانت عنده. دي حالة قلناها في الايه فيما مرة، يبقى لا استبراء، لان هي كانت كان يعاشرها ايه بملك اليمين ثم اعتقها وتزوجها، يبقى ما فيش حاجة للايه لاستبراء الرحم، لان هي تحته في المرتين قبل العتق وبعده هي له، يبقى ما فيش ايه لا حاجة للاستبراء. ودي يمكن ايه اللي هي رغب الإسلام في ان الإنسان اذا كانت لديه ايه لديه أمة ويعاشرها بملك اليمين ثم اعتقها وتزوجها، هذا من الثلاثة اللي ايه الذين لهم أجران. قال عليه الصلاة والسلام ثلاثة لهم أجران: العبد المملوك إن أدى حق الله وحق مواليه، ورجل من أهل الكتاب آمن به، أي بكتابه أو بنبيه ثم آمن به. واحد من أهل الكتاب آمن بكتابه، كان يهودياً ويؤمن بسيدنا موسى ويقرأ التوراة، ثم لما بلغه الإسلام أسلم، له أجران: أجر على صدقه في إيمانه الأول، وأجر على دخوله في الإسلام. الثاني العبد المملوك الذي يؤدي حق الله وحق مواليه، لا يشغله الرق وخدمة مواليه عن حق الله تبارك وتعالى من العبادة. قال: ورجل الثالث بقى كانت عنده أمة مملوك فعلمها فأحسن تعليمها وأدبها وأحسن تأديبها ثم أعتقها فتزوجها فله أجران. ليه بقى؟ ليه لأجرين هذا؟ لأنه ابتغى بعتقها وجه الله تعالى ولم يستنكف من أن يتزوجها بعد أن أعتقها، ولو كان يريد مجرد البضع لأبقاها أمة والبضع يحل له، لكن هو إيه؟ أراد أن يتاجر مع الله عز وجل في إكسابها حريتها فأعتقها، ولم يستنكف بعد أن أعتقها من أن يتزوجها ويجعلها زوجة له وقد كانت قبل ذلك إيه؟ مملوكة عنده. لأنه إيه؟ لأنه يعني هذا الإنسان لو كان عنده نفس سيئة لاستنكف من زواجها، يتزوج واحدة كانت مملوكة ليه؟ ها؟ ما يتزوج من الحرائق، لكنه لم يستنكف، هو يعرف أخلاقها لأنه هو الذي أدبها وهو الذي علمها، وبعد ذلك إيه؟ أعتقها ثم تزوجها فله إيه؟ فله أجرا. ده اللي أعتقها وتزوجها بقى، هل يطالب باستبراء الرحم؟ لا. ليه؟ ما هو كانت تحت، كانت تحت، هو اللي تزوجها، ما تزوجها حد تاني، يبقى ايه ما فيش بقى. قال: وبالعتق، عطف على بالملك، يعني ويجب الاستبراء على الجارية بعتقها إن أرادت الزواج بغير معتقها، إن أرادت الزواج بغير ايه معتقها. لكن الذي يتزوجها إذا كان الذي سوف يتزوجها هو معتقها يبقى لا حاجة لإيه للاستبراء. وهذا إن وطئت قبل عتقها ولم ترى الحيض بعده، إذا وطئت قبل العتق ولم ترى بعد الوط الحيض، ولم ترى الحيض بعده أي بعد الإيه أي بعد الوط يعني. وإلا فلا استبراء عليها إن كانت غير أم ولد، وإلا فلا استبراء عليها إن كانت غير أم ولد. واستأنفت الاستبراء أم الولد فقط دون غيرها إذا مات سيدها أو اعتقها. أم الولد اللي هي إيه؟ التي حملت من سيدها، فإذا حملت من سيدها صارت أم ولد، بمجرد ما تلد يحرم على سيدها أن يبيعها، أصبحت إيه؟ أصبحت شبه حرة. متى تكتمل حريتها؟ إذا مات سيدها. والمقصود بالولد هنا ليس الذكر، وإنما الذكر أو الأنثى، كل مولود إيه؟ كل مولود ولد، سواء حملت بولد ذكراً كان أو أنثى يبقى هي إيه؟ تسمى أم ولد، تسمى إيه؟ أم ولد، بمجرد ما تحمل من سيدها
وبقي الحمل لا يجوز لسيدها إيه؟ أن يبيعها أو يتصرف فيها بهبة أو تصدق أو ما إلى ذلك، وتتحرر بمجرد موت سيدها. قال: واستأنفت، يعني ابتدأت الاستبراء أم الولد دون غيرها إذا مات سيدها، لأنه بموت سيدها سوف تكتسب حريتها، أو أعتقها وجدها إيه؟ وجدها حملت منه، خلاص أنت حرة. يبقى بعد نطقه بكلمة أنت حرة يبدأ استئناف الإيه؟ استبراء الرحم. يعني إذا مات سيدها أو أعتقها، إن استبرأت واعتدت من طلاق أو موت زوج قبل عتقها، أو غاب سيدها غيبة علم أنه لم يقدم منها فأرسل بعتقها، سيدها سافر وغاب غيبة لم يعلم أنه سوف يرجع أو مات، فلا بد من استئنافها الاستبراء، ولا يكفي الاستبراء أو العدة السابقة على إيه؟ على عتقها، لأنها فراش للسيد وإن كان غائبا. فالحيضة في حقها كالعدة في الحرة، الحيضة الواحدة بالنسبة لذوات الحيض من الإماء، كل ده في إيه؟ في استبراء الإماء المملوكات. الحيضة في حقها كالعدة في حق الحرة، فكما أن الحرة تستأنف العدة لموت أو طلاق ولا يكتفى باستبراء أو عدة شبهة سبقت، فكذا أم الولد يتحقق استبراءها باستئناف الاستبراء بعد إيه؟ بعد موت سيدها أو بعد عتقها. فتحصل، يعني تحقق من ذلك، أن عتق أم الولد موجب لاستبرائها مطلقا في جميع الصور كغيرها إن وطئت قبله ولم تستبرأ، وتخرج من عدة بحيضة متعلق بقوله يجب الاستبراء، أي يجب الاستبراء بالملك أو على المالك وبالعتق بحيضة فقط إن كانت من ذوات الحيض. وكفت الحيضة إن حصل موجب الاستبراء، الحيضة الواحدة كافية إذا حصل موجب الاستبراء من ملك أو بيع أو عتق قبل مضي أكثرها، أي الحيضة اندفاعا، فإذا ملكها إنسان بهبة أو غيرها وهي حائض في أول نزول الحيض كفت هذه الحيضة، اشتراها وهي إيه؟ حائض، لسه الحيض جاي يعني دوب النهاردة أو امبارح، يبقى إذا ملكها لا يحتاج إلى حيضة أخرى بعد الطهر من هذا الحيض الذي اشتراها فيه. ولذلك قال: وكفت الحيضة إن حصل الموجب، يعني موجب الاستبراء من ملك أو عتق أو بيع أو ما إلى ذلك. فإذا ملكها إنسان بهبة أو غيرها وهي حائض في أول نزول الحيض كفت، يعني كانت هذه الحيضة كافية. وإن ملكها بعد نزول الأكثر اندفاعا ولو أقل أياما كاليومين الأولين من خمسة لم تكفي. ليه؟ لأنه خلاص هذه الحيضة ليست كافية ولا بد من حيضة أخرى، كما أشار له بقوله: وإلا بأن حصل الموجب بعد مضي الأكثر فلا يكفي، لا بد من انتظار انقطاع هذا الحيض وحيضة إيه؟ وحيضة أخرى. وكفى اتفاق البائع لموطوءته والمشتري على حيضة واحدة بأن توضع بعد الشراء تحت يد أمين كما سيأتي في المواضع. يكفي اتفاق البائع والمشتري على حيضة واحدة بأن توضع في مكان تحت يد أمين بعد الشراء،
فإن تأخرت الحيضة عن عادتها ولو لرضاع أو مرض أو استحيضت، عارفين احنا دم الاستحاضة هو دم فساد وعلة غير دم الحيض والنفاس، ولم تميز الحيض من غيره فثلاثة أشهر استبراؤها. إذا تأخر الحيض بسبب رضاع أو بسبب مرض أو استحاضة أو ما إلى ذلك، يبقى إيه؟ الاستبراء بثلاثة أشهر. كالصغيرة المطيقة واليائسة، الصغيرة المطيقة تطيق الوطأ والمعاشرة ولم تحض بعد، استبراءها بثلاث شهور. كذلك اليائسة التي انقطع عنها دم الحيض لا يأتيها لكبر سنها، ودي طبعا زي ما قلنا كما أشار القرآن، واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر واللائي لم يحضن وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن. كالصغيرة المطيقة واليائسة استبراء كل منهما ثلاثة أشهر، وكذا من عادتها الحيضة بعد التسعة، كذلك من كانت عادتها الحيض بعد إيه؟ بعد التسعة أشهر، وإن كان عادتها الحيض بعد ثلاثة أشهر فهل يكتفى بثلاثة أشهر أو لا بد من الحيضة؟ اختلف قول ابن القاسم في ذلك، ولعل الأظهر الثاني، إلا أن تقول النساء بها ريبة، الأخصر إلا أن ترتاب، الأشد اختصارا يعني، إلا أن ترتاب من تأخر حيضها أو استحيضت ولم تميز فتسعة أشهر استبراؤها. وبالوضع يعني إيه؟ الاستبراء يكون بحيضة أو إيه؟ أو بوضع، أو بوضع عطف على بحيضة. قال وبالوضع أي بوضعها إن كانت حاملا كالعدة، أي بتمام وضعها كله، لأن أولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن. وحرم على المالك الاستمتاع بوطء أو مقدماته في زمنه، في زمن إيه؟ في زمن الاستبراء، في زمن الاستبراء. ثم ذكر بعض مفاهيم القيود المتقدمة زيادة في الإيضاح، فقال ولا استبراء على من هي تحت يده بكوديعة. قال بكوديعة أدخلت الكاف المرهونة وأمة زوجته، أو مبيعة بخيار إن حصلت الحيضة عند من هي تحت يده أيام الإيداع ونحو، وأيام الخيار عند المشتري، ولم تخرج الأمة لحاجة أو غيرها، ولم يلج عليها سيدها، لم يدخل عليها سيدها، وإلا وجب لإساءة الظن كما تقدم. يعني أمر الفروج هذا مبني على إيه؟ على إساءة الظن، على إساءة الظن. لذلك شدد الإسلام بأنه لا ينبغي أن يخلو رجل مع امرأة يعني لا تحل له، ما ينفعش الخلوة، لأنه يعني أن يمسك الإنسان نفسه أو تمسك المرأة نفسها في هذه الحالة، الاثنين راغبين في بعض حتى ولو بالحرام. ولذلك اللي يمسك نفسه في هذه الحالة يبقى إيه؟ يبقى في ظل الله يوم لا ظل إلا ظله، من ضمن السبع. رجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله، فهذا أمر إيه؟ أمر شديد. لذلك أمور الفروج أو البضع مبني على إساءة الإيه؟ إساءة الظن. هي لم تخرج ولم يدخل عليها سيدها يبقى في أمان، طب يدخل عليها سيدها لا أمان، هي تخرج وهي أمة مملوكة لا أمان برضه، يبقى لابد من الإيه؟ من الاستبراء. إمتى ما يكونش فيه استبراء؟ إذا إيه؟ إذا انتفت هذه الأشياء، كمودعة عنده أو مرهونة أو أمة زوجته أو مبيعة بخيار، إن حصلت الحيضة عند من هي تحت يده أيام الإيداع، وبعد كده إيه؟ سوف يشتريها أو سوف يتزوجها، لا بد من الإيه؟
لا حاجة للاستبراء لأنه كان في حيضة وهي عنده هو عارفها، وأيام الخيار عند المشتري، ولم تخرج الأمة لحاجة أو غيرها، ولم يلج عليها سيدها، يعني لم يدخل عليها سيدها، وإلا بأن كانت تخرج لحاجة أو غيرها، أو بأن كان سيدها يلج عليها، وجب الاستبراء لإساءة الظن كما تقدم. ثم قال: ولا استبراء على من أعتق أمته الموطوءة له وتزوج بها بعد العتق. مسألة يعني عدت، لكن هو يقولها مرة أخرى لزيادة الإيضاح. لا حاجة للاستبراء لمن أعتق أمته الموطوءة له، لا يطأها غيره، وتزوج بها بعد العتق، لأن وطأه الأول صحيح بالملك ووطأه الثاني صحيح بالزواج. أو اشترى زوجته وإن قبل البناء بها، اشترى إيه؟ زوجته، وهذا مفهوم قوله ولم تكن مباحة الوطأ. ولو اشتراها أي زوجته بعد البناء بها فباعها لرجل أو اعتقها أو مات عنها أو عجز المكاتب عن أداء الكتابة بعد أن اشترى زوجته التي بنى بها ورجعت لسيده بأن انتزعها منه قبل وطء الملك الحاصل بالشراء، هذا ظرف تنازعته الأفعال الأربعة قبله: باع وأعتق ومات وعجز. لم تحل للسيد الذي اشتراها من الزوج أو انتزعها من مكاتبه أو ورثها إذا مات، ولا زوج يريد، أو مات ولا زوج يريد تزويجها بعد العتق أو الموت أو البيع أو عجز المكاتب. فقوله لسيد راجع لما عدا العتق، وقوله ولا زوج راجع للجميع. يبقى إلا بقرأين، لم تحل للسيد إلا إيه؟ بقرأين، اللي هي العدة بتاعت الأمة، عدة الإيه؟ الأمة. إلا بقرأين أي طهرين، عدة فسخ النكاح الحاصل من شراء الزوج لزوجته بعد البناء، يعني بعد الدخول بها، لأن عدة فسخ نكاح الأمة قرآن كعدة طلاقها. إحنا عارفين إنه المطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء، يعني الحرائر، يعني الإيه؟ الحرائر. طيب الإماء في كل حاجة النصف، صح؟ طيب يبقى الثلاث قروء نصفهم إيه؟ قرء نص، النص القرء لا يتنصف، يبقى قرئين لأنه لا يتنصف، ماشي؟ بس نعم. لا هو ما بيتحسبش بالأيام بقى، هو طهر بعد حيض، تحيض وتطهر وتحيض وتطهر وتحيض وتطهر، الثلاث قروء. بالنسبة للأمة بقى إيه؟ لأنه الحيض بالنسبة للنساء مش كلهم متساوين في وقته، في واحدة تحيض في الشهر مرتين وفي واحدة تحيض في شهرين مرتين، فلهذا الاختلاف كان المعول عليه والمعتبر الطهر، القرء يعني طهر بعد حيض، ثلاث حيضات والطهر اللي بعديهم بالنسبة للحرة، وحيضتين قرئين بالنسبة للإيه؟ للأمة المملوكة، لأن عدة فسخ نكاح الأمة قرآني كعدة طلاقها. وقوله عدة يعني إما بالجر بدل أو بيان لقرآن عدة فسخ النكاح. وإلا يحصل البيع أو العتق أو الموت أو عجز المكاتب قبل وطء الملك بل بعده فحيضة، يبقى حيضة إيه؟ واحدة. الاستبراء بحيضة إذا لم يحصل البيع ولا العتق ولا الموت ولا عجز المكاتب قبل وطء الملك، يبقى الاستبراء بإيه؟ بحيضة، شأن إيه؟ شأن أي أمة، شأن أي أمة مملوك، لأننا نتحدث الآن في استبراء الإماء. فحيضة فقط، حيضة واحدة يعني، لمن اشتراها أو لمن ورثها أو لمن أراد
تزويجها أو من أراد انتزاعها من مكاتبه، لأن وطء الملك هدم عدة النكاح كحصوله، أي كحصول شيء مما ذكر من البيع أو العتق أو الموت للزوج المشتري بعد البناء. بعد حيضة حصلت بعد الشراء وقبل وطئها بالملك فإنها تكتفي بحيضة أخرى تكمل بها عدة فسخ النكاح، أو حصوله بعد حيضتين فعليها حيضة فقط للاستبراء. وده يجي له توضيح آخر وهو يتحدث في الفصل الآتي بعد قليل في إيه؟ في حاجة اسمها تداخل العدد، عدة دخلت على عدة أخرى. أو حصوله بعد حيضتين فعليها حيضة فقط للاستبراء، وهذا في غير العتق، لأن الأمة إذا عتقت ولم تكن أم ولد بعد الحيض فلا استبراء عليها، بخلاف أم الولد فإنها تستأنف حيضة كما تقدم. قال: ولا استبراء، أو ولا استبراء على أب وطئ، ولا استبراء على أب وطئ جارية ابنه بعد استبرائها من غير وطء ابنه لها، لأنه قد ملكها بمجرد جلوسها بين فخذيها بالقيمة. إيه المسألة دي؟ المسألة إن الولد عنده أمة بتاعته اشتراها ولم يطأها، هذا الولد لم يطأ هذه الأمة، دخل عليها إيه؟ أبوه فوطئها بمجرد ما يعني يشرع في هذا الأمر الأب، تصير أمة للمين؟ للأب، خلاص بالقيمة. ولا استبراء على أب وطئ جارية ابنه بعد استبرائها من غير وطء ابنه لها، لأنه قد ملكها صارت ملكا له بمجرد جلوسها جلوسه بين فخذيها بالقيمة، وحرمت على ابنه، لأنه ما يجتمعش اثنين على الايه؟ على البضع، وحرمت على ابنه، فوطئه صار في مملوكته بعد استبرائها، وهذا هو الراجح. قال: وتؤولت، يعني قال الشيخ خليل في المختصر الذي ايه؟ الذي يعني لخص منه الشيخ الدردير هذا الكتاب، قال: وتؤولت أيضا على وجوبه وعليه الأقل، فلو لم يستبرئها لوجب استبراؤها اتفاقا، لو ما كانش في استبراء قبل هذا يعني. ولا استبراء على بائع إن غاب عليها مشتر بخيار له، أي للمشتري، وردها على بائعها، وأولى إن كان الخيار للبائع أو لأجنبي لظهور أمانته كالوديع، ولا بائع ولا مشتري، لكنه إيه؟ رجل أمين وضعت عنده، ومعلوم أنه لا يكذب، ومعلوم أنه لم يقربها، وهي في حالة الخيار بين المشتري والبائع، لكنها لم تكن عند أحد من واحد منهما، فإيه؟ فلا استبراء، لا استبراء، لا حاجة للاستبراء هنا. ولا استبراء على بائع إن غاب عليها مشتري بخيار له، أي للمشتري، وردها على بائعها، وأولى إن كان الخيار للبائع أو لأجنبي لظهور أمانته كالوديع. وندب، يعني يستحب ليس وجوبا بقى، وندب الاستبراء حيث كان الخيار للمشتري احتياطا يعني، وقيل مطلقا وقيل يجب. وشبه في ندبه قوله: كسيد وطئت أمته بشبهة أو زنا، كسيد وطئت أمته بشبهة أو زنا حال كونها حاملا منه، أي من السيد. ثم شرع بعد ذلك يتكلم عن الايه؟ حاجة اسمها المواضعة،
المواضعة أننا نضع هذه الأمة عند إنسان أمين أو في مكان معين. كلمة مواضعة من الإيه؟ من الوضع، من وضع الجارية في مكان. قال المواضعة، قال ابن المعدل: أن توضع الجارية إذا بيعت على يد امرأة معدلة حتى تحيض حيضة. امرأة معدلة يعني امرأة يشهد لها بالعدالة، معنى معدلة أي يشهد لهذه المرأة بالإيه؟ بالعدالة، صدق وأمانة ورجحان عقل وما إلى ذلك. فإن هي حاضت كمل البيع، وإن لم تحض وظهر بها حمل فسخ البيع، لأنها صارت إيه؟ أم ولد، صارت أم ولد لا يجوز إيه؟ بيعها. قال ابن عرفة: المواضعة جعل الأمة مدة استبرائها في حوز مقبول خبره على حيضها. حطوها في مكان من هيعرف حاضت أم لا؟ مش الاستبراء ده بالحيض، بالحيض من اللي هيعرف أنها حاضت أم لا؟ النساء. فيضعوها في مكان عند امرأة معدلة عشان نعرف إيه، يقولنا هذه حاضت بعد أسبوع، بعد 10 أيام، بعد شهر، بعد كذا، ثم يتم الاستبراء، يتم البرء بهذا الاستبراء. ثم شرع يتكلم على المواضعة وهي نوع من الاستبراء، إلا أنها تختص بمزيد أحكام، بمزيد أحكام، ولذا أفردها بالذكر فقال بالعطف على استبراء أمة: ومواضعة العلية. إحنا قلنا العلية الجميلة الشكل الحسنة المنظر التي تراد للفراش، اسمها علية عكس الوخش. ومواضعة العلية أي ويجب مواضعة العلية أي الرائعة الجيدة التي شأنها أن تراد للفراش لحسنها، وسواء أقر البائع بوطئها أم لا، أو من أقر البائع بوطئها وهي وخش شأنها أن تراد للخدمة، فإن لم يقر بوطئها فلا تتواضع بل يستبرئها المشتري. وفسر المواضعة بقوله: بجعلها مدة استبرائها المتقدم عند من يؤمن من النساء أو رجل له أهل. نخليها عند رجل له إيه؟ له أهل. يعني إيه له أهل؟ عنده زوجة، عنده بنات، وعنده والدته هتقعد معه، أو رجل إيه؟ له أهل. عند من يؤمن من النساء أو عند رجل له أهل من زوجة أو محرم كأم أمينة. والعمدة أو العهدة على المرأة المأمونة كان لها رجل أو لا، وكره وضعها عند أحدهما، يعني كره وضع هذه المرأة عند إيه؟ عند أحدهما، البائع أو المشتري، يعني يكره وضعها مدة الاستبراء عند أحدهما، أي أحد المتبايعين، وإن رضيا معا بغيرهما في وضعها عنده فليس لأحدهما الانتقال عنه. إذا وافقوا أننا سوف نضعها عند فلان أو عند فلانة، عند فلان الذي له أهل أو عند فلانة المعدلة الأمينة، يبقى إيه؟ يبقى ليس لواحد منهما أن ينتقل عند آخر، يقول خلاص ما ينفعش تكمل مدة الاستبراء هنا، هنحولها عند، لا احنا رضينا خلاص، يبقى متوفر الشروط، يبقى ما فيش داعي. فليس لأحدهما الانتقال عنه، عن هذا الذي رضي به أولا. نعم إذا رضي معا بنقلها من عنده كان لهما ذلك، لأن الحق حقهم هما الاثنين. لكن لو واحد بس اللي بيتكلم لا، يجوز للقاضي أن يقول له إيه؟ لا اسمع الكلام وخلاص. وكفى الواحدة أي كفى وضعها عند امرأة واحدة، مدام هذه مرأة تعرف شأن النساء، فلا يشترط التعدد، لا يشترط تعدد النساء. يعني قوله عند من يؤمن من النساء ولو كانت واحدة، ولو كانت امرأة واحدة. وشرط النقد أي نقد ثمن المواضعة، النقد اللي هو الدفع، الدفع عاجلا يدا بيد، هذا هو النقد.
نقد ثمن المواضعة يفسد العقد. شرط النقد يفسد العقد أي عقد بيعها لتردده بين السلفية والثمنية. العقد لابد أن يكون مبرما من البداية، ده سلف ولا إيه ولا يعني عاجل يدا بيد نقد، سلف ولا نقد، فهو شرط النقد فيه يفسده لتردده بين السلفية والثمنية. ثم قال: ولا مواضعة في أمة متزوجة ولا في أمة حامل. لا مواضعة في أمة متزوجة، ويستمر الزواج مواضعة عشان الاستبراء، هنا ما فيش داعي للاستبراء. ولا في أمة حامل، الحامل خلاص ما ينفعش بيعها، هي أم ولد، وبعدين المواضعة عشان إيه؟ المواضعة عشان الاستبراء، والحامل لا استبراء لها إلا إيه؟ بوضع حملها، يبقى ملهاش إيه مواضعة. ولا مواضعة في أمة متزوجة ولا في أمة حامل ولا في أمة معتدة من طلاق أو وفاة، لأنه سوف يتحقق الاستبراء بالعدة بتاعت الطلاق أو عدة إيه؟ أو الوفاة، إذ العدة تغني عن المواضعة والاستبراء. العدة سوف تغني عن الإيه؟ المواضعة والاستبراء. ولا في زانية، لأن الولد فيه لا يلحق بالبائع ولا بغيره، الزانية ولدها لا يلحق بأحد، ها؟ الولد كما قال عليه الصلاة والسلام: الولد للفراش وللعاهر الحجر. يبقى دي ما فيش إيه؟ ما فيش استبراء، ما فيش مواضعة. ولا في زانية، لأن الولد فيه يعني في هذا الحال في الزنا لا يلحق بالبائع ولا بغيره، بخلاف راجعة لبائعها بعيب أو فساد بيع. واحد باعها ولكنها سوف ترد إليه لعيب فيها أو لعيب في عقد النكاح في البيع نفسه، بخلاف راجعة لبائعها بعيب أو فساد بيع أو إقالة إن غاب عليها المشتري ودخلت في ضمانه، أي في ضمان المشتري برؤية الدم، دم الحيض يعني، أو قبضها في البيع الفاسد أو ظن وطئها، فعليه الاستبراء في الوخش وعليه المواضعة في العلية، لا إن لم يغب عليها فلا مواضعة ولا استبراء. ولما فرغ من الكلام على العدة منفردة والاستبراء كذلك للإماء، شرع في الكلام عليهما إذا اجتمعا أو اجتمعتا من نوع أو نوعين، في باب يسميه تداخل العدد، ويسمى ذلك بباب تداخل العدد، عدة دخلت على عدة أخرى، وحاصله أنه 9 صور باعتبار القسمة العقلية و7 في الواقع، إذ موت لا يطرأ على موت ولا طلاق على موت، فالموت يطرأ عليه الاستبراء فقط، وكل من الاستبراء وعدة الطلاق يطرأ عليه أحد الثلاثة، فهذه 7، فالطارئ يهدم السابق إذا كان الطارئ أو المطروء عليه عدة وفاة فأقصى الأجلين، أبعد الأجلين. فقال: فصل في تداخل العدد. إن طرأ موجب عدة مطلقا موتا أو طلاقا، أو طرأ استبراء قبل تمام عدة مطلقا أو قبل تمام استبراء، إن هدم الأول الذي كانت فيه من عدة أو استبراء واستأنفت ما طرأ، فهذه 7 صور: طرو عدة وفاة أو طلاق أو استبراء على عدة طلاق أو استبراء،
طرو يعني حصول، طرأ الأمر، أمر طرأ عليها بعد إيه؟ بعد أن لم يكن. عدة وفاة أو عدة طلاق أو استبراء على عدة طلاق أو استبراء، وطرو استبراء على عدة وفاة. إذا كان الطارئ أو المطروء عليه عدة وفاة فأقصى الأجلين تمكثه، وذلك في ثلاث صور: طرو عدة وفاة على استبراء، أو طرو عدة طلاق، أو طرو استبراء على عدة وفاة. ثم شرع في أمثلة القاعدة التي ذكرها بقوله: كمتزوج بائنته، متزوج البائنة التي طلقها طلاقا بائنا ولكن ليس بينونة كبرى، فبعد الانقضاء يتزوج. طيب، كمتزوج بائنته بأن طلقها بعد الدخول بائنا دون الثلاث، لأنه لو ثلاث ما ينفعش يتجوزها حتى تنكح زوجا إيه؟ غيره، هو طلقة أو طلقتين دون الثلاث. ثم بعد أن تزوجها يطلق بعد البناء بها، وهي كانت في إيه؟ كانت في عدة، أو يموت مطلقا بعد البناء أو قبله، فتستأنف عدة طلاق فيما إذا طلق بعد البناء وهي في إيه؟ في العدة الأولانية، أو عدة وفاة فيما إذا مات، فهذا مثال ما إذا طرأت عدة طلاق أو وفاة على عدة طلاق سابق. ومثل يعني ضرب المثل لطرو عدة طلاق أو استبراء على استبراء بقوله: وكم مستبرأة من وطئ فاسد أو زنا أو غيره. مستبرأة من وطئ فاسد زنا أو غيره، يطلقها زوجها فتستأنف عدة الطلاق وينهدم الاستبراء، لأن عدة الطلاق إيه؟ عدة الطلاق ثلاثة قروء، والاستبراء قرئين، يعني قرئين بالنسبة للأمة، ودي طهرين. نعم، فده أطول، فإن أقصى الأجلين هو اللي إيه؟ الذي تنتقل إليه. نعم نعم، اللي هي إيه؟ تداخل العدد. تداخل العدد هي تدخل على عدة على عدة، هي كانت في إيه؟ كانت بائنة منه، بينونة إيه؟ بينونة صغرى، فهو يريد أن يتزوجها، عقد عليها، ثم إيه؟ وهي في إيه؟ في العدة الأولانية. خلاص، ملناش دعوة بقى فاضل على العدة إيه؟ قد إيه وتنتهي. عقد عليها ثم إيه؟ ثم طلقها، فدخل طلاق عدة على إيه؟ على عدة، أو مات عنها هتعتد عدة وفاة، تستأنف وتلغي الإيه؟ الأولانية. نعم نعم نعم، طلقها بعد الدخول بائنا، طلقها بعد الدخول طلاقا بائنا دون الثلاث، ثم بعد أن تزوجها يطلق بعد البناء بها، بعد البناء بها بيطلق، أو يموت مطلقا بعد البناء أو قبله، فتستأنف عدة طلاق فيما إذا طلق وإيه وعدة هي لما تزوجها وهي كانت في العدة بعد أن انقضت البائنة منه. خلاص، هو تزوجها قبل انقضاء عدة البينونة هذه. خلاص، طيب، وبعد ما تزوجها بنى بها طلقها، هتستأنف عدة، استأنفت إيه؟ عدة جديدة إيه؟ طيب، إذا دخل بها، طب ما دخلش بها لكنه مات، هتعتد عدة الإيه؟ لم يطلقها ولم يدخل بها وعقد عليها. أيوه نعم،
أنهاها واستأنفت عدة جديدة، ما هو ده تداخل العدد، استأنفت عدة إيه؟ عدة جديدة. كذلك لو مات قبل البناء أو بعده يعني. نعم. وكمستبرأة من وطء فاسد زنا أو غيره يطلقها زوجها فتستأنف عدة الطلاق وينهدم الاستبراء اللي كان إيه؟ اللي كان مطلوب من الزنا أو الوطء الفاسد يعني، وينهدم الاستبراء أو توطأ بفاسد فتستأنف باستبراء وينهدم الأول. ثم ذكر مفهوم المقابل، المفهوم يعني هو المقابل يعني عكسه، بائنته بقوله وكمرتجع لمطلقته الرجعية وإن لم يمس، أي إن لم يطأها بعد ارتجاعه طلق أو مات فإنها تأتنف يعني تستأنف وتبتدئ عدة طلاق أو عدة وفاة، لأن ارتجاعها يهدم العدة الأولى، ارتجاعها يهدم الإيه؟ العدة الأولى. ومثل لطرو الاستبراء على العدة من طلاق بقوله وكمعتدة معتدة طلاق وطئت وطئا فاسدا بشبهة أو زنا أو غصب، وإن من المطلق، حتى لو من المطلق أو نكاح من غيره فتستأنف الاستبراء وتنهدم العدة. وأما المعتدة من موت توطأ وطئا فاسدا فأقصى الأجلين عدة الوفاة أو عدة الاستبراء، كعكسه كأن كانت إيه يعني في عدة استبراء ثم حصل الموت، وهو طرو عدة وفاة على استبراء كمستبرأة من وطء فاسد مات زوجها أيام الاستبراء فتمكث أقصى الأجلين، كانت خلاص هتحيض وتطهر بالحيضة ثم مات الزوج هتاخد 4 أشهر إيه؟ فتمكث أقصى الأجلين تمام الاستبراء وعدة الوفاة. وكمشترات في عدة من وفاة فإنها تمكث أقصى الأجلين تمام العدة ومدة الاستبراء، ومدة الاستبراء، وهذه كالأولى طرأ فيها الاستبراء على عدة وفاة. وبقي ما إذا طرأت عدة وفاة على عدة طلاق كأن يموت زوج الرجعية في عدتها فأقصى الأجلين، وهو تمام الصور الثلاث. وهدم يعني أبطل الوضع الكائن من نكاح صحيح بأن كانت معتدة من طلاق أو وفاة فوطئت وطئا فاسدا بنكاح في العدة أو بزنا أو بشبهة فظهر بها حمل من صاحب العدة غيره مفعول هدم. وغير الوضع هو الاستبراء من الوطء الفاسد في العدة، أي هدم الوضع من النكاح الصحيح الاستبراء الكائن من الوطء الفاسد في العدة، لأنه إنما كان لخوف الحمل وقد أمن منه بالوضع، الوضع اللي هو وضعها حملها يعني أن تضع حملها. هدم الوضع الكائن من نكاح صحيح، الوضع اللي حاصل من نكاح صحيح بأن كانت معتدة من طلاق أو وفاة فوطئت وطئا فاسدا بعد الحمل وهي حاملة بنكاح في العدة أو بزنا أو بشبهة فظهر أن بها حمل وبعد كده وضع من صاحب العدة، هدم غيره، هدم كل حاجة. الوضع اللي حاصل من نكاح صحيح يهدم إيه؟ يهدم أي، يهدم استبراء من نكاح فاسد أو من أي شيء حصل، لأنه بمجرد ما تضع حملها أصبح خلاص إيه؟ الوضع ده هو الإيه؟ المصحح للحال، أي هدم الوضع من النكاح الصحيح الاستبراء الكائن من الوضع الفاسد في العدة، أي هدم الوضع من النكاح الصحيح الاستبراء الكائن من الوضع الفاسد في العدة
لأنه إنما كان لخوف الحمل وقد أمن منه بالوضع، ما فيش حمل خلاص. وهدم الوضع من وطء فاسد كما لو وطئها الثاني وهي معتدة بعد حيضة وآتت به بعد ستة أشهر، مدام بعد ستة أشهر يبقى حمل إيه؟ حمل، يبقى وضع كامل وحمل صحيح. وآتت به بعد ستة أشهر من وطء الثاني ولم ينفه، هدم إيه؟ هدم أثره أي الفاسد، وهو الاستبراء منه. وهدم عدة طلاق لا يهدم عدة وفاة. عدة طلاق، هدم عدة طلاق لا يهدم عدة وفاة. وإذا لم يهدم عدة الوفاة فالأقصى من الأجلين يلزمها، إما الوضع من النكاح الفاسد أو من اللقاء الوطء الفاسد أو تمام عدة الوفاة. فإن قيل كيف يتصور أقصى الأجلين مع أن مدة الحمل من الفاسد دائما أكثر من عدة الوفاة، فالجواب أنه قد يكون الوضع سقطا، لأن الوضع حتى لو كان سقط برضو إيه؟ وضع، يعني حتى وإن كان سقطا هينزل بعد شهرين ولا أقل ولا أكثر، يبقى برضو إيه؟ برضو وضع. قد يكون الوضع سقطا، ويتصور أيضا في المنع لها زوجها ثم بعد حملها من الفاسد تبين أنه مات الآن فاستأنفت العدة، هي في إيه؟ في عدة، وبعدين مات زوجها بعد كده تستأنف إيه؟ عدة جديدة وهي عدة الإيه؟ الوفاة. هذا تداخل العدد. ثم انتقل ليتحدث عن الرضاع بعد أن أنهى الكلام عن العدة وما يلحقها من استبراء الإماء وتداخل العدد، انتقل إلى أحكام الرضاع فقال: باب في بيان أحكام الرضاع. يحرم الرضاع بوصول لبن امرأة وإن كانت ميتة أو صغيرة، وصول لبنها لجوف رضيع ولو مص واحدة، وإن بصعوط يحرم إيه؟ ما يحرمه النسب. قال: يحرم بضم حرف المضارعة، حرف المضارعة اللي هو الإيه؟ الياء. يعني إيه حرف المضارعة؟ المضارعة الفعل المضارع لأربع أحرف: الماضي والأمر، يفتتح بأي حرف من الحروف الثمانية وعشرين بتاعت الهجاء، لكن المضارع لا يفتتح إلا بواحد من أربعة أحرف، وهي مجموعة في كلمة أنيت: الألف والنون والياء والتاء، بيسموها إيه؟ أحرف المضارعة. ولذلك شيخنا الإمام الجعفري رضي الله عنه وارضاه يقول في نظم الأجرومية بتاعت النحو بتاعت الشيخ الأجرومي، نظمها الشيخ صالح الجعفري حولها إلى نظم هي نثر، قال عن الفعل المضارع: مفتتحا بواحد من أربعة وهي أنيت أحرف المضارعة. فهنا بيقول بإيه؟ بضم حرف المضارعة اللي هو الياء، يو، يحرم. طب هو ليه شد يعني بالشيخ الدردير شغل نفسه بالحته دي؟ عشان ما نقراهاش ايه؟ يحرم. حتى لا نقراها يحرم، قال: بضم حرف المضارعه وتشديد الراء المكسوره، يحرم. يحرم الرضاع فاعل يحرم، وهو بفتح الراء وكسرها مع إثبات التاء وتركها، بوصول لبن امرأة أي أنثى لا ذكر. قال عياض: ذكر أهل اللغة أنه لا يقال في بنات آدم لبن، وإنما يقال لبان، واللبن للحيوان من غير بني آدم،
ولكن جاء الحديث خلاف قولهم. وإن كانت ميتة، حتى وإن كانت ميتة، حتى لو إيه، لو ماتت وحد رضع منها إيه بعد موتها، طبعا بعد موتها مباشرة يعني قبل أن تيبس الأعضاء، وإن كانت ميتة أو كانت صغيرة لم تطق الوطأ إن قدر أن بها لبنا، وصول هذا اللبن لجوف رضيع لا كبير، يعني لابد أن يكون في مدة الإيه الرضاع، ما ينفعش لا يحرم ما وقع بعد الإيه بعد الفصال، بعد الفطم بالفطام لا يحرم، لجوف رضيع لا كبير ولو مصة واحدة، لو كان هذا اللبن حتى إيه مصة واحدة، وإن بصعوط بفتح السين المهملة، يعني ما أصب في الأنف ووصل إلى الجوف، أو وصوله للجوف بسبب حقنة كدواء، بسبب حقنة بضم الحاء المهملة، دواء يصب في الدبر تغذي به، تغذي إيه بهذه الحقنة، أي تكون غذاء لا مطلق وصول بها. وأما ما وصل من منفذ عال كأنف فلا يشترط فيه الغذاء، لكن الذي يصل إلى الإيه عن طريق الدبر إذا كان غذاء يحرم. بل مجرد وصوله للجوف كاف في التحريم، أو خلط لبن المرأة بغيره من طعام أو شراب فإنه يحرم أيضا إذا وصل للجوف، إلا أن يغلب الغير عليه، يكون الغير منه الغير أكثر منه، إلا أن يغلب الغير غير هذا اللبن عليه، أي على اللبن حتى لم يبق له طعم ولا أثر معه من الطعام ونحوه فلا يحرم. ولو خلط لبن امرأة مع لبن أخرى صار ابنا لهما، لو خلط كأنه رضع في الاثنين، كأنه رضع في الاثنين، بيقول ولو مص، المالكية يقولون ولو مص واحد، طبعا في الآراء المذاهب الأخرى خمس رضعات مشبعات، نعم خمس رضعات مش مشبعات، اثنين رضعتين عند أبي حنيفة، نعم. هو هنا بقى احترز، قال ولو مص، قال ولو خلط لبن امرأة مع لبن امرأة أخرى صار ابنا لهما تساويا، أو غلب أحدهما على الآخر على التحقيق، سواء رضع من اثنين قد بعض أو واحدة فيهم كان لبنها أكثر، لأنه ما دام مصة خلاص، ما دام المصة يبقى مش هتفرق واحدة فيهم أكثر من الثانية. في الحولين، يعني في الحولين اللي إيه اللي هم فترة الرضاع، والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة. في الحولين متعلق بوصول، أي وصوله للجوف في الحولين، أو بزيادة شهرين عليهما على الإيه على الحولين، إلا أن يستغني الصبي بالطعام عن اللبن استغناء بينا، حتى ولو قبل الإيه ولو قبل الحولين، ولو فيهما في الحولين بأن فطم أو لم يوجد له موضع في الحولين فاستغنى بالطعام أكثر من يومين وما أشبههما فأرضعته امرأة فلا يحرم لبنها، لأنه لا عبرة به، الواد مش معتمد على اللبن في هذه الحالة، حتى وإن كان الحولين لسه ما خلصوش، لكن الواد استغنى بالطعام الذي يعني يقدم له استغناء بينا، يبقى حتى لو ما فيش ايه رضاع خالص ما فيش مشكلة بالنسبة لإيه لهذا الصبي. قال ابن القاسم
إن فطم فأرضعته امرأة بعد فطامه بيوم وما أشبهه حرم. لا إله إلا الله. إن فطم فأرضعته امرأة بعد فطامه بيوم وما أشبهه، يوم أو يوم ونص يعني، يبقى إيه؟ يبقى أيضا كأنه لم يفطم، كأنه لم يفطم. ليه؟ لأن الصبي في هذه الحالة بينازع، الصبي لا يستجيب، الصبي إيه؟ لا يستجيب للفطام بسهولة، ده بيحتالوا عليه ويعملوا له قصص وحكايات وروايات عشان يفطموه. يبقى لما يكون لسه مفطوم امبارح كأنه لم يفطم، كأنه لم يفطم. زي النفس كده، زي ما قال من بصيري، والنفس كالطفل إن تهمله شب على حب الرضاع وإن تفطمه ينفطم، فلا ينفطم إلا بالقوة وبالحيل. فلو أن امرأة أرضعته بعد فطمه بيوم وما أشبعه، يعني يوم أو يوم ونص أو ما إلى ذلك أو يومين إلا، يبقى إيه؟ يحرم برضه. وفي رواية بيومين وما أشبه ذلك، لأنه لو أعيد لللبن لكان غذاء له. لو قالوا خلاص مش هنفطمك بقى، ضعف قدامه والصراخ والعياط بتاعه كده، يبقى ورجعوا لللبن مرة أخرى هيصير اللبن غذاء له ويستغني به عن الطعام. إلا أن يستغني أي وقد فطم. وأما ما دام مستمرا على الرضاع فهو محرم، يبقى الرضاع محرم ولو كان يستعمل الطعام، لأنه يستعمل الطعام مع الرضاع ويجمع له بينهما. وعلى فرض لو فطم لاستغنى به عن الرضاع. طيب يحرم إيه بقى؟ يحرم ما حرمه النسب، يحرم الرضاع في هذه الحالات ما يحرمه النسب، مفعول يحرم أي يحرم كل ما حرمه النسب من الأصول، وإن علت الأم والجدة وجدة الأم والفروع وإن نزلت، دي الأصول، والفروع وإن نزلت، البنت وبنتها، يعني تحرم عليه إيه؟ بنت من رضع فيها وبنتها، بنت بنتها يعني، لأن اللي رضع فيها دي بنتها أخته وبنتها بنت أخته وهكذا. يحرم ما حرمه النسب. لا لا لا، هذا في النكاح، في النكاح فقط. نعم، الإرث خلاص حدده الله عز وجل في كتابه. الإرث يكون بنسب ومصاهرة وولاء، الرضاع لا علاقة له بذلك. يحرم الأصول وإن علت والفروع وإن نزلت. وأول فصل من كل أصل، أول فصل من كل إيه؟ من كل أصل. الأصل الأم، بل إيه؟ نعم نعم، لأنه أخ أو أخت أو عم أو خال أو عمة أو خالة، اللي هو فصل من كل أصل. أخ من الأصل الإيه؟ الأول، أو أخت أو عم من الأصل الجد، أو خال من الأم، أو عمة أو من الجدة الأم، أو خالة من الإيه؟ من الجدة لأم. وكل فرع لأخت لأخ أو أخت، يبقى ما يتجوزش إيه؟ بنت أخوه من الرضاع ولا بنت أخته من الرضاع. ومثل النسب الصهارة، وهي أمهات الزوجة وبناتها إن دخل بالزوجة. الصهارة من الصهر، والأصهار أهل بيت المرأة، أهل بيت المرأة هم الأصهار، ولا يقال لأهل بيت الرجل أصهار إلا إيه؟ أختان، يقال أختان، وأهل بيت المرأة أصهار. أمهات الزوجة وبناتها وبناتها إن دخل بالزوجة، وحلائل الأبناء كما في الآية،
كل هؤلاء يحرمنا عليه بالرضاع كما حرم عليه من الايه مثلهن من النسب. طيب الخلط بقى، بعض الناس يقول لك ايه، والله انا رضعت من فلان واخويا عايز يتجوز بنتها، ما يتجوز اخوك، اخوك لا يزال اجنبي عن هذا البيت، ملوش علاقه به، صح؟ انت يحرم عليك، انت كان لك اسره التي انجبتك، اصبح لك اسرتي، الاسره اللي انجبت والاسره اللي رضعت فيها، لكن اخوك اجنبي عن هذا، انت لا تتزوج اللي رضعت معها ولا اللي قبلها ولا اللي بعدها، ولا تتزوج من ارضعت ولا امها ولا بنت بنتها ولا بنت ابنها، هذا بالنسبه لك انت، لكن اخوك لا يزال اجنبي عن هذا البيت، يتزوج ايه فيه ما شاء يعني. وقوله بوصول لبن امرأة يعني منفذ ايه متسع كما تقدم. واشار للمحترز يعني التحديد ده والقيد عشان ايه، عشان الاحتراز. احتراز يعني ايه؟ يعني اخراج ما ليس داخلا معنا في الحكم، هذا معنى الاحتراز، اخراج ما ليس داخلا معنا في الحكم. واشار لمحترز ذلك بقوله لا بوصول لبن بهيمة، لا لبن بهيمة ولا كماء أصفر من امرأة، لأنه ليس بلبن، ولا يحرم وصول اللبن ولا يحرم وصول اللبن لجوف باكتحال به، يعني اكتحل باللبن، غمص المرود في اللبن واكتحل به، هل هذا منفذ يصل إلى الجوف ويتغذى به ولا شيء؟ لا. أو من أذن كذلك، حط خمس حاجة في اللبن وحط في ودنه برضو إيه مش منفذ، لكن الأنف منفذ. بدليل يا إخواننا، بدليل الله يعافينا ويعافيكم، بعض الناس بيكون في إيه في حالة لا في عملية في العوم أو في القصبة الهوائية ولا بتاع، بيدخلوا له الغذاء عن طريق الأنف، الله يعافينا وإياكم، صح ولا لا؟ لكن هل تستعمل الأذن ولا العين في كده؟ لا، لذلك احترز إيه؟ قال لا لبن بهيمة ولا كماء أصفر من امرأة، لأنه ليس إيه بلبن، ولا يحرم وصول اللبن لجوف باكتحال بهذا اللبن، ولا من أذن ولا من مسام الرأس لعدم اتساع المنفذ. لا من مسام الرأس، يعني إيه مسام الرأس دي؟ إيه حشرها في الموضوع؟ زمان كان يعني نسمع بعض الناس يقول لك إيه، كانوا بيستعملوا السمن البلدي في كل شيء، كان يأكل ويشرب ويحط به في ودنه وفي مناخيره وفي عينيه وفي كل حاجة، وكان يحلق رأسه بالموس ويعمل عمامة بالعجين، العجين اللي هيخبز خبز، يعمل بها عمامة من غير طاقية ويحط في النص إيه سمنة عشان ينفذ، كان يظن أنه بذلك يغذي مخه، حتى مخه بالإيه بالسمن البلدي. طيب لو أنه إنسان فعل كده وملأ الطاقية دي اللي بيعملها بالعجين ملأها لبن، خلاص وحينفذ من مسام الإيه الرأس، هل هذا يحرم؟ شوف الدقة في الشيخ، يعني لم يترك شيئا. قال ولا يحرم وصول اللبن لجوف باكتحال به في العين يعني، ولا من أذن ولا من مسام الرأس لعدم اتساع المنفذ، فلا يسمى كل ذلك رضاعا، كل ذلك لا يسمى رضاعا. وكذا الوصول لمجرد الحلق فليس كالصوم في الجميع، كلمة مصة يعني ابتلعها، لكن لو وصل إلى الحلق ولم يكمل لا يحرم، مجرد وصوله، قال رغم أنه ده لو حصل مع صائم يفطره، لو إنسان صائم ووصل شيء إلى حلقه يبقى أفطر، يبقى أفطر، لو كان غلبة عنه، لو غصب عنه يبقى عليه القضاء، لو بتهاون عليه قضاء وكفار، لكن هذا لا يحرم، مجرد وصوله للحلق لا إيه لا يحرم.
فليس كالصوم في الجميع، يقول فليس كالصوم في الجميع. واستثنى العلماء من ذلك ست مسائل أشار لها بقوله إلا أم أخيك أو أم أختك فلا تحرم من الرضاع. أم أخوك من الرضاع لا تحرم عليك أنت، أم أختك من الرضاع لا تحرم عليك أنت، كما لو أرضعت أجنبية أخاك أو أختك وهي من النسب إما أمك أو امرأة أبيك. وإلا أم ولد، أم ولد ولدك من الرضاع فلا تحرم عليك وهي من النسب إما ابنتك بنتك أو زوجة ولدك. وجدة ولدك من الرضاع كما لو أرضعت أجنبية ولدك فلا تحرم عليك أمها وهي من النسب إما أمك أو أم زوجتك. وإلا أخت ولدك من الرضاع كما لو رضع ولدك على امرأة لها بنت فلك نكاح البنت وهي من النسب إما ابنتك أو ابنة زوجتك اللي هي ربيبة الحجر يعني. وإلا أم عمك أو عمتك من الرضاع وهي من النسب إما جدتك أو زوجة جدك. وإلا أم خالك وخالتك من الرضاع فقد لا تحرم عليك وهي من النسب إما جدتك أم أمك وإما زوجة جدك أبي أمك. فلا يحرمنا هذه المسائل الستة، فلا يحرمنا هذه الستة من الرضاع، وقد يحرمنا لعارض آخر. وقدر الرضيع خاصة دون إخوته، وقدر الرضيع خاصة دون إخوته ولدا، يعني نقدره كأنه ولد إيه لمن أرضعته، ولدا لصاحبة اللبن وولدا لزوجها، صاحبه من وقت وطئه لها، لأنه إيه هذا يعني إيه هذا الفحل الذي بسببه كان اللبن، من وقت وطئه لها لانقطاعه ولو بعد سنين كثيرة، أو فارقها ولم ينقطع لبنها منه وتزوجت غيره وهي ذات لبن من الأول ولو أزواجا كثيرة. لكن العبرة بصاحب الإيه؟ اللبن. واشترك الأخير مع المتقدم ولو كثر المتقدم ما دام لم ينقطع، ولو كان الوطء بحرام لم يلحق الولد به، لأنه طبعا الإيه؟ احنا قلنا الولد للفراش وما ترتب عليه كان مثله في الحكم. ولو كان الوطء بحرام لم يلحق الولد به، لم يلحق الولد به كزنا او نكاح فاسد مجمع على فساده. فلو فرض ان امرأة ذات لبن من حلال او حرام زنى بها 1000 رجل وارضعت ولدا لكان الولد ولدا للجميع من الرضاع، وحرمت المرضع على زوجها إن أرضعت من كان زوجها حرمت المرضع على زوجها إن أرضعت من كان أي من كان رضيعا، هذا الرضيع زوجها أي زوجا لتلك المرضع، كما لو تزوجت رضيعا بولاية أبيه لمصلحة ثم طلقها عليه لمصلحة فتزوجت بالغا فوطئها وهي ذات زوج، أو حدث بوطئه فأرضعت الطفل الذي كان زوجا لها فتحرم على زوجها لأنها زوجة ابنه من الرضاع. وإن كانت البنوة طرأت بعد الوطء فأرضعت من كانت زوجة له
أرضعت أي رضيعة من كانت زوجة له، يعني لزوجها، كما لو تزوج رضيعة من أبيها ثم طلقها فأرضعتها زوجته الكبيرة فتحرم الكبيرة عليه لأنها صارت أم امرأته، والعقد على البنات يحرم الأمهات. وحرم عليه من رضعت مبانته، حرمت عليه من أي رضيعة رضعت مبانته أي مطلقته طلاقا بائنا بلبن غيره، بأن تزوجت بغيره وحدث لها لبن منه. وصورة ذلك طلق امرأته فتزوجت بغيره فحدث لها لبن من زوجها الثاني، فأرضعت طفلة في عصمته أم لا، فهذه الرضيعة تحرم على من كان طلق تلك المرأة لأنها صارت بنت زوجته من الرضاع. وإن أرضعت حليلته من زوجة أو أمة التي تلذذ بها زوجتيه الرضيعتين حرمنا الثلاثة. يعني أرضعت إيه؟ حليلة من زوجة أو أمة التي تلذذ بها زوجتيه الرضيعتين حرمنا الثلاثة، لأن المرضع صارت أما لزوجتيه، والعقد على البنات يحرم الأمهات، والرضيعتان صارتا ربيبتين من الرضاع، وقد تلذذ بأمهما منه، وإلا يتلذذ بحليلته بأن أرضعتهما قبل البناء، اختار واحدة منهما، وحرمت الأم مطلقا كالأجنبية ترضع زوجتيه الرضيعتين، فإنه يختار واحدة منهما ولو تأخرت رضاعا أو عقدا، وأدبت المتعمدة لذلك للإفساد، أي من تعمدت إفساد النكاح برضاعها من ذكر. ثم شرع في بيان فسخ النكاح بالرضاع، وسببه أحد أمرين، إما إقرار أو ثبوت بغيره، وأشار للأول بقوله وفسخ النكاح وجوبا بين الزوجين إن تصادقا معا عليه، اعترفوا هما الاثنين أنه كان فيه رضاع بينهم محرم، على الرضاع بأخوة وأمومة ونحوهما ولو كان سفيهين قبل الدخول وبعده، أو أقر الزوج المكلف به أي بالرضاع ولو بعد العقد، لأن المكلف يؤخذ بإقراره كإقرارها كإقرار الزوجة يعني فقط إن كانت بالغا قبل العقد عليها. ومحل فسخه إن ثبت إقراره أو إقرارها ببينة لا إن أقرت بعده لاتهامها أنها تقول ذلك من أجل أن تفارق، لاتهامها على مفارقته بغير حق. فإن حصل الفسخ قبل البناء فلا شيء لها إلا أن يقر الزوج فقط بعد العقد، فأنكرت فلها النصف، ولها المسمى بالدخول علما معا، علما معا أم لا، إلا أن تعلم قبله ولم تخبر، أي قبل الدخول بالرضاع فقط دونه، يعني علمت دونه ولم يعلم هو، فربع دينار بالدخول. وقبل إقرار أحد أبوي صغير بأن أقر أبوه أو أمه بالرضاع قبل العقد عليه فقط، فلا يصح العقد بعد الإقرار، فلا يقبل اعتذاره بعده، أي بعد العقد، بأن يقول إنما أقريت بالرضاع بينهما قبل العقد لعدم قصد النكاح، ويفسخ العقد. إنما أقررت بالرضاع بينهما قبل العقد لعدم قصد النكاح، ويفسخ العقد. ومثل الصغيرة المجبرة ولو كانت كبيرة، ويؤخذ مما يأتي أن إقرار الأم وحدها لا بد معه من فشو قبله، إقرار الأم وحدها لا بد معه من فشو، يعني انتشار الخبر بين الناس
ووصوله إيه لجميع الناس. ثم أشار للثاني وثبت الرضاع برجل وامرأة. الأول بيقول إيه إقرار، الثاني بقى الإيه البينة. ثبت الرضاع برجل وامرأة أي مع امرأة انتشر الخبر إن فشى منهما أو من غيرهما قبله، لا إن لم يحصل فشو قبل ذلك، وبامرأتين إن فشى ذلك منهما وأولى من غيرهما قبل العقد، لا إن لم يفشو أو فشى بعد العقد، فلا يثبت بما ذكر. ربما يكون إيه؟ ربما يكون مكيدة، ممكن يكون تواطؤ على الكذب بعد العقد، مش عايزينهم يتجوزوا بعض لأي شيء من الأشياء، لكن قبل خلاص. ولا تشترط معه أي مع الفشو عدالة عند ابن رشد، مش ضروري عدالة بدم في فشو وانتشار بين الناس عامل زي إشهار الإيه الزواج. وعزاه لابن القاسم وروايته عن مالك، ولذا قال على الأرجح، يعني لا تشترط العدالة مع الفشو على الأرجح، ومقابله للخمي أنها تشترط معه. وشمل كلامه الأب مع الأم في البالغين، والأم مع امرأة أخرى، والأمين في البالغين. وثبت بعدلين أو عدل وامرأتين مطلقا قبل العقد وبعده فشى أم لا، انتشر الخبر أم لا. لا يثبت بامرأة فقط ولو فشى منها أو من غيرها قبل العقد، إلا أم صغير معه أي مع الفشو فيجب التنزه، ولا يصح العقد معه كما تقدم، وندب التنزه يعني الاحتياط والابتعاد إذا إيه إذا ظن، وندب التنزه في كل ما لا يقبل مما تكلم به، لأنه صار من الشبهات التي من اتقاها فقد استبرأ لدينه وعرضه. نسأل الله عز وجل أن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يجعل أعمالنا كلها خالصة لوجهه الكريم، وصلى الله على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.